من خلالها غيكونوا عرضين. العرض الاول اللي غنتقدم به بخصوص لو ريفيرونسيال دي بخي ديال الموبيلي، والعرض الثاني اللي غادي يتكلف به المدير العام ديال لا سوسيتي كي جير لا بلاتفورم دونك ميسارتيا ياكي بخصوص ليفاليداسيون اي ليستيماسيون ديال البيان الموبيلي. لا بلاتفورم كاينه ديجا عند الموثقين اللي هي سميتها توثيق بليس، واليوم في داخل هاد لا بلاتفورم غادي تولي توفر واحد الخدمه للموثقين ومن عبر الموثقين لجميع المواطنين اللي هما غيكونوا الزبناء ديال الموثقين. اشنو هي الخدمه الجديده؟ هو الدليل المرجعي للاثمنه ديال العقارات في المغرب. حنا غادي نبداو ابتداء من اليوم بخصوص مدينتي الدار البيضاء والرباط، وان شاء الله في خلال ثلاث اشهر غادي يكون معمم في بالنسبه لطنجه وبالنسبه لمراكش وبالنسبه لاكادير، ومن هنا لنهايه السنه غيكون معمم على مستوى المغرب ككل. شنو هي هاد الخدمه الجديده ولا هاد الدليل المرجعي؟ بانه ملي تمشي عند الموثق انه ممكن يقول لك يبو كونسولتي في توثيق بلس لونجلي ديال ريفيرونسيال، وغايقول لك بانه القيمه السوقيه ديال الدار ديالك راها كتسوى اليوم فوالا ها شحال كتسوى بالضبط، مع ها القيمه اقل قيمه ديالها في السوق، مع اعلى قيمه ديالها في السوق، مع القيمه المتوسطه ديالها سيتادير لو بري مويا. دونك فاش يعطيك هاد المعلومه هادي كتكون على بينه بخصوص الثمن اللي غتبيع به، باش ملي تبيع ما يكونش عندك مشكل لا مع اداره الضرائب ولا مع نفسك. كيفاش مشكل مع نفسك؟ انك كان ممكن انه تطلب واحد الثمن اللي هو الثمن الحقيقي، ولكن لعدم توفر المعلومه بخصوص قيمه ديال العقار في السوق ما كاينش. تقدر اليوم تمشي تقلب تسول هذا وتسول هذا وتسول هذا، ولكن ما كاينش اللي يعطيك قيمه حقيقيه اللي مبنيه على معطيات دقيقه وعلميه. اليوم اللي ممكن يعطيها لك هو الموثق اترافير لو ريفيرونسيال. الشق الثاني هو من بعد الى بعتي ملي كدير تصريح ضريبي على الاقل كتكون عندك قاعده ديال المعطيات حقيقيه اللي ممكن تبني عليها، وممكن انه تعول عليها باش تكون في القيمه الحقيقيه. علاش؟ لحقاش الى بعتي بثمن اقل غادي تجيك المراجعه ديال الضريبه، ودار الضريبه غادي تطالبك بلو كومبليمون ديال الثمن. دونك كتكون على بينه، كتكون لا ترانسبارونس، كتكون لانفورماسيون. حاجه اخرى هو اوجوردي حنا او ميم طون تري بروشينمون غادي نفتحوا لا بلاتفورم توثيق بلس لجميع المواطنين المغاربه اينما كانوا، سواء مغاربه المغرب ولا مغاربه العالم. وممكن انه يطلب اي واحد في مكان يطلب اي خدمه اللي كيقدمها الموثق عبر المنصه توثيق بلس. والوقت اللي غادي يطلب ما بين الخدمات اللي ممكن يطلبها اي مواطن مغربي، ممكن يطلب حتى القيمه ديال العقار، بغيت نعرف، بغيت نبيع عندي، كنملك هاد الدار، بغيت نعرف القيمه السوقيه ديالها. وهذه غادي تكون قيمه مضافه خاصه بالنسبه للناس اكثر، انا كنشوفها خدمه اكثر خاصه للجاليه ولا لمغاربه العالم. وانا تنعرفوا بانه صاحب الجلاله تيوصي دائما في خطاباته الساميه على الاعتناء بمغاربه العالم وتسهيل وتبسيط ديال جميع المساطير لهم واعطائهم عنايه والتفاته خاصه. دونك حتى حنا غنكونوا بهذه المنصه ايضا ساهمنا في من موقعنا كهيئه الموثقين وكموثقين من اجل تنزيل توجيهات الساميه ديال صاحب الجلاله. كنفتخروا اليوم هذه الشراكه ما بين المجلس الوطني الموثقين المغرب وياكي، لان كانت عندنا واحد الفكره مشتركه qui consistait à apporter de la transparence le marché ou être chefafia mohima lena katkhlq thiqa ou lyoum
on vient avec le premier référentiel des prix 100% numérique à l'échelle nationale, gratuitement, pour l'ensemble des citoyens marocains. Où l'ADAF dienna, où est-ce que nous avons le souk, le mouatel maghrébi, pour qu'il y ait un accès libre à une carte des prix transparente et digitale, où il aura et il aura ce que le prix de l'appartement, la villa de l'eau qui est trop, ou un don de l'Aqiqa qui dit les informations de l'eau, qui a une valeur sur la, qui est fiable et qui est basée sur des informations officielles qui proviennent de l'ordre des notaires. L'estimation instantanée est gratuite, l'accès à la carte des prix est gratuite et l'accès aux informations sur les îlots est aussi gratuit. Et systématiquement, c'est une géolocalisation. Donc c'est une interconnexion gérée avec la géolocalisation.